السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة تعلمني تحترف أينما كنت في الوطن العربي الكبير، رحب بك في هذا الفيديو الجديد. فيديو اليوم بإذن الله تعالى سوف أشاركك من خلاله أفضل 5 ألعاب لكرة القدم لهواتف الأندرويد والتي ميزت هذه السنة. هذه الألعاب كلها متواجدة على متجر جوجل بلاي، وسوف أضع لك رابط تحميلها كما جرت العادة أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف. اللعبة الأولى هي لعبة سكور هيرو كما تشاهد معي هنا، هذه هي أيقونتها. لعبة بطبيعة الحال غنية عن التعريف، شهدت عدد كبير جدا من التحميلات على متجر جوجل بلاي. بعد الدخول إليها تضغط هنا على كومونسي أو بدء اللعب، بعدها سوف يحولك لاختيار المرحلة التي تريد أن تلعب بها. بطبيعة الحال لا يمكنك اختيار مراحل متقدمة إلا بعد إنجاز ما هو مطالب منك من المرحلة السابقة. بعدها ننتظر هنا قليلا لحين أن نتوجه لملعب المباراة. كما تشاهد يعني شيء يعني احترافي، جرافيك عالي، يعني صور رائعة لهذه اللعبة. سوف نبدأ الآن في اللعب. يعني طريقة اللعب بسيطة جدا، فقط تقوم بالتمرير يعني لأصدقائك بهذا الشكل. هنا سوف أقوم مثلا بتمرير الكرة لهذا الشخص، بعد ذلك أقوم بتمريرها للشخص الآخر، يعني وسيتقدم للأمام قليلا. وهنا يمكنني التسديد مباشرة للمرمى، وستشاهد أنني سوف أسدد في المرمى، وهدف الآن في الدقيقة الأخيرة من المباراة. حقيقة الجرافيك الخاص بهذه اللعبة ذكرني بلعبة فيفا 98 التي كنا نلعبها في فترة من الفترات، وسأضع لكم صورة لكي تتذكرونها معي الآن على الشاشة. إذا نمر الآن إلى اللعبة الثانية، لعبة رائعة جدا هي ستيكمان السكر. هذه لعبة مختلفة عن اللعبة الأولى، عبارة عن مباريات لكن بشكل رائع، ولعبة جد مسلية يعني ألعبها من حين لآخر. بعد الدخول إليها هنا تختار البطولة التي تريد المشاركة فيها، وهنا تختار فقط الاختيار الأول لكي لا أضيع الوقت كثيرا. تضغط على استمرار، وبعد ذلك هنا كما تشاهد تغير الملابس لهذه المخلوقات الغريبة. هنا بطبيعة الحال المنتخب الأرجنتيني يواجه منتخب أمريكا. بعد ذلك نتوجه إلى المباراة بطبيعة الحال، ننتظر قليلا لحين التوجه. كما تشاهد يعني اللاعبين الآن على أهبة الاستعداد وسنبدأ المباراة. إذن على بركة الله نبدأ الآن هذه اللعبة. والتمريرة الأولى يعني التحكم هنا يعني لديك فقط التمرير والتسديد بطبيعة الحال وتغيير الاتجاه. كما تشاهد يعني تقوم بمحاولات بهذا الشكل. لعبة يعني بسيطة ومسلية، وأي شخص يمكن أن يقوم بلعبها بهذا الشكل. إذن هذه محاولة جديدة، سوف أحاول الآن التسديد والهدف. هدف جديد للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 14، وفرحة كبيرة للاعبين كما تشاهد معي في هذه اللقطة. إذن هذا كل ما في هذه اللعبة. ستحول الآن إلى اللعبة الثالثة لكي لا أطيل كثيرا. بالنسبة للعبة الثالثة فهي لعبة دريم ليج. هذه اللعبة هي بجودة عالية وبجرافيك مميز، وهي أفضل حل لكل من يعاني من عدم اشتغال ألعاب كبرى على هاتفه فيفا مثلا أو باقي الألعاب. فهذه اللعبة لا تتطلب مواصفات كبرى، يعني هاتف متوسط ممكن أن تعمل عليه بجودة عالية. إذن بعد الدخول إلى القائمة الرئيسية تختار بطبيعة الحال الفريق الذي تريد أن تلعب به، وبعد ذلك سوف تتوجه مباشرة إلى الملعب. وكما تشاهد كأنك تلعب في البلاي ستيشن، يعني شيء رائع جدا. بعد ذلك تبدأ اللعب بهذا الشكل،
وسأحاول أن أترك هذا الشخص يسجل لكي تشاهد الجرافيك الخاص بهذه اللعبة كما تلاحظ. لاحظ معي الآن يعني طريقة الاحتفال، وكذلك يعني شيء جميل جميل جدا حقيقة. أمر الآن إلى اللعبة الرابعة، وهي لعبة هيد سوكر. هذه اللعبة التي نقت نجاحا كبيرا في فترة من الفترات، وهي لعبة مميزة جدا رغم بساطة شكلها، لكن لعبة مسلية للغاية، خصوصا عندما تلعب ضد أصدقائك، وستلاحظ هذا الأمر عندما تقوم بتجربتها مع أصدقائك. الآن سوف أدخل للاعب لكي أريك كيفية لعبة اللعبة. بعد الدخول تضغط هنا على بلاي وسيتوجه بك إلى ملعب المباراة. طبعا أمر بسيط جدا، شخصين وكرة، يعني لعبة بسيطة جدا، ولكن كما قلت عندما تلعب مع صديق لك أو ضد صديق لك في هذه اللعبة ستستمتع بها كثيرا. بالنسبة للأزرار هنا بطبيعة الحال هناك زر الذهاب إلى اليمين واليسار، وزر تسديد الكرة، وزر آخر خاص بالقفز، وسينضاف زر الباور وهو ضرب الكرة بهذا الشكل الآن الذي تشاهده أمامك. اللعبة الأخيرة هي لعبة فيفا موبايل. طبعا هذه اللعبة الغنية عن التعريف، لعبة بجرافيك عالي جدا، لكن مشكلتها هي أنها تشتغل فقط بالإنترنت، يعني لابد أن تكون مرتبط بشبكة الإنترنت لكي تشتغل معك، غير هذا فهي لعبة لا تناقش عالية في المستوى. وهناك من سيقول لي لماذا لم تحدث عن لعبة PS 2017، فلأمر بسيط وهي أنها ليست متواجدة لحدود الساعة بشكل رسمي على متجر جوجل بلاي، وكل هذه الألعاب التي شاركتها معك اليوم فهي على متجر جوجل بلاي.
إذن كما تشاهد بعد الدخول إلى اللعبة يعني الواجهة بسيطة كأي لعبة أخرى، بعد ذلك تضغط على اللعب وتبدأ في يعني اللعب على أرضيات مختلفة. هناك التمريرات يعني اللعب والتمرين على التمريرات، هناك التثبيت عن بعد، هناك ضربات الجزاء، هناك مجموعة من الاختيارات التي يمكن أن تلعبها، ويمكن كذلك أن تلعب مباراة كاملة. إذن سوف أتركك مع بعض اللقطات في هذه اللعبة. إذن هذا كل ما في شرح اليوم، أتمنى أن تكون هذه الألعاب قد نالت إعجابك، وإن كان الأمر كذلك لا تنسى الضغط على لايك ومشاركتها مع أصدقائك، وإن كانت هذه زيارتك الأولى لقناة تعلم لتحترف لا تنسى الضغط على زر اشتراك أسفل هذا الفيديو للانضمام إلى أزيد من 9600 مشترك. شكرا على وفائي المتابعة وإلى اللقاء.